السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الأول في مدارس هبة الله، اليوم عن نتائج حرف الغين. أخذنا حرف الغين، يا أول حكينا اسمه حرف الغين يلفظ إغ، وحكينا عنده أربع أشكال: أول الكلمة، وسط الكلمة، وآخر الكلمة متصلة، وآخر الكلمة منفصلة. الآن انتبه جيدا معي لتهجئة بعض الجمل التي تحتوي على حرف الغين. الجملة الأولى: غادت، غادت، وغيداء، وغيداء، صديقتان، صديقتان، غادة وغيداء صديقتان. الجملة التالية: شاهدت، شاهدت، في غابتي، غابتي، الحيوان، الحيوان، غرابا، غرابا، شاهدت في غابة الحيوان غرابا. الآن الجملة التالية: أغلق، أغلق، غالب، غالب، الباب، الباب، أغلق غالب الباب. الجملة التالية: رأت، رأت، غدير، غدير، الغيوم، الغيوم، في السماء، السماء، رأت غدير الغيوم في السماء. الجملة الأخيرة: لعب، لعب، غيث، غيث، وغسان، وغسان، بالكرة، بالكرة، لعب غيث وغسان بالكرة. ويعطيكم العافية.